ہیں بدعت اور شرک کی طرف، اور اس میں جتنا بھی معاملہ ہوگا یہ شیاطین جنات کا ہوتا ہے. وہ پھر اس میں بہت ساری، وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر ہمارے گھر میں خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی، جب سے ہم نے یہ وظیفہ شروع کیا ہے ہمارے گھر میں خوشبوئیں آنی شروع ہو گئی. اب گھر میں خوشبو آئے تو سمجھو زیادہ خطرناک ہے بدبو سے، یہ بڑا پی ایچ ڈی والا ہے یہ جو خوشبو، وہ بھی اگربتی ایک اٹھا کر لے آئے کسی مزار سے، گھر میں گھما دی اور سمجھا کہ بس جب میں یہ چلا کرنے لگتی ہوں، جب یہ پڑھائی کرنے لگتی ہوں میرے گھر میں خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھیں جن ہو یا انسان ہو وہ مکلف ہے اللہ کے حکم کا، نبی کی شریعت کا. نہ کسی جن کو اجازت ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونے کی، نہ کسی انسان کو، ٹھیک ہے. اس لیے جب خوشبو آئے یا بدبو آئے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان، پھر ایسا محسوس کریں کہ آپ کو کوئی پتن، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مچلے بن جاؤ. جتنا آپ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے وہ زیادہ کرے گا، وہ زیادہ، جتنا آپ متاثر ہوں گے زیادہ ہوگا. یعنی کہ آپ بالکل اس کو فیل ہی نہ کریں، بتائیں نہ وہ خود بخود ختم ہو جائے گی. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دی کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نگل جائے. انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقالوا سمعنا وأطعنا
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.